نجاح كبير حققه الفريق الطبي السعودي في حملته بمحافظة مأرب اليمنية، نجاح برز من خلال حالة الرضا ومشاعر الامتنان من جرحى، وفر لهم مركز الملك سلمان ومبادرة نلبي النداء بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية عمليات جراحية نوعية في بلدهم بعد أشهر وربما أعوام من المعاناة ومحاولتهم السفر إلى الخارج. كانت يعني الزيارة زيارة ناجحة بكل المقاييس، حيث قام الاستشاريين الذين قدموا من المملكة بدعم من مركز الملك سلمان ومبادرة لبي النداء بإجراء مجموعة من العمليات، والتي كانت عمليات نوعية، وكان معظم هذه الحالات يتطلب علاجها السفر للخارج. فبحمد الله تعالى كلت بالنجاح وكانت بادرة طيبة. 7 أيام من الجهد والعمل المتواصل لأكثر من 20 طبيباً متخصصاً وجراحاً وفنياً ضمن الفريق الطبي السعودي، نفذوا خلالها 10 العمليات النوعية والصعبة في تخصصات مختلفة، وفي 3 من مشافي محافظة مأرب رفدت بالأجهزة المتطورة وجهزت بها غرف العمليات والعناية تمهيداً لوصول الفريق. انتهت المرحلة الأولى من الزيارة، لكن تجهيزاتها ستمكن الكادر اليمني من تنفيذ الكثير من العمليات الجراحية التي لم تكن متوفرة، وهو ما ثمنه الاهتمام الحكومي من خلال زيارة نائب الرئيس اليمني للفريق وشكره جهود المملكة في دعم وتوطين مشاريعها الإنسانية في اليمن، جهة تمول وأخرى تنسق وثالثة تنفذ. بهكذا تعاون وسلاسة تنفذ المملكة العربية السعودية مشاريعها الإنسانية في اليمن.